بسم الله الرحمن الرحيم. الطالب مولي حسن، مرشح التجمع الوطني الأحرار، وكيل لائحة الجهة بجهة واد الذهب القويرة. ندعو للمواطنين والمواطنات لوضع الثقة فينا، ما دام أن المهنيين مهنيو الصيد البحري التقليدي وضعوا فينا الثقة ديالهم بغرفة الصيد البحري، وكما كيعلم الجميع أن العجلة الاقتصادية ديال جهة واد الذهب القويرة كيدورها الصيد التقليدي، وبما أن الصيد التقليدي وضع فينا الثقة ديالو، كنتمنى من الله ومن جميع المواطنين ومن جميع ساكنة واد الذهب باش يوضعوا الثقة ديالهم فينا، وحنا معاهم وساكنين معاهم. حنا ماشي من دوك المرشحين الرحل، المرشحين اللي كاينين موجودين الرحل، اللي كيجوا كيحطوا اقدام ديالهم بالداخله ومن بعد اسبوع او اسبوعين كيرحلوا. حنا ماشي من ذاك النوع. اليوم كنقول لجميع المهنيين ديال الصيد البحري والساكنه ديال الجهه ديال الداخله باش يوضعوا الثقه ديالهم فينا. وبغيت نعطي شي ارقام باش يعرفوها الناس ديال الصيد البحري اللي ما كايناش فرصهم. اليوم كنشوف المرشحين ديال جميع الاحزاب كيتهافتوا على الناس تاع الصيد البحري وكيطلبوا منهم باش يصوتوا عليهم. اليوم كنقول المهنيين ديال الصيد وجميع البحاره ديال الصيد، كنسولهم وكنوجه لهم واحد السؤال: عشتوا مشاكل كثيره ومتعدده، واش عمر شي رئيس مجلس اقليمي جاء عندكم لنقاط الصيد البحري؟ واش عمر شي وكيل او شي منتخب او برلماني او مستشار برلماني او رئيس جهه جاء عندكم وزاركم وشاف المشاكل ديالكم؟ ما عمر شي واحد جاكم، ما عمر شي واحد شافكم، ما عمر شي واحد طلع عليكم، ما عمر شي واحد جا وازركم وقال اللهم ان هذا المنكر. حتى من دوك النيران اللي كانت شعلت في, 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 في نقاط الصيد، ما عمر شي واحد جاكم. اليوم ما نبغيكمش تنساو الماضي، الله يرضي عليكم. اليوم ما نبغيكمش تنساو اللي شوف، وما جزاء الاحسان الا الاحسان. هاد الناس الا جاو عندكم وازركم في هاد السنين اللي فاتت، نعم حتى انتم من حقكم تصوتوا عليهم. اليوم انا كنقول لكم اللي كيدافع عليكم واللي واكل عليكم العصا بالمسقم وبالمزيان كما كيتقال، واللي كلناها وخلصنا الضريبه عليها، هو الطالبي حسن. اليوم بغيت نقول نعطي واحد الامثله بسيطه للناس تاع الصيد البحري. هذه الحصه الفرديه اللي دازت ديال الصيف اللي صيدنا هذه السنه هذه ديال 2015 اللي فيها 3980 طن، غادي نوزعها لكم وغادي نشوفوا هذا المنتخبون واش كيعطوكم شي حاجه. مثلا امطلان 111 فيها 366 طن اللي عطات، باش تباعت ب 42 مليون ديال الدرهم. دات فيها الجماعه ديال بيران زران 743 الف درهم، ودات منها الجهه 495 الف درهم، ودا منها المكتب 990 الف درهم. كان جيل تيرفت فيها 1440 طن، ثمن البيع ديالها 775 مليون ديال الدرهم. ادات فيها الجماعه ديال العرقوب 2 مليون ديال الدرهم و271، والجهه ادات فيها 151 الف درهم، المكتب ادى فيها 3 ديال المليون. لا سارقه اللي فيها الجهه ديال البلديه ديال الداخله عندها 1500 طن، ثمن البيع ديالها 104 مليون ديال الدرهم. ادات فيها البلديه ديال الداخله 3 ديال المليون و140، ادات فيها الجهه 293 الف درهم. بغيت غير نسول، واش عمر رئيس الجماعه ديال الداخله زاركم ولا شافكم ولا رئيس الجهه ولا شي واحد شافكم؟ اليوم الله يخليكم، انا ماشي كنحرشكم عليهم، ولكن كنقول الله يخليكم ما تخلوش شي واحد يضحك عليكم. اليوم هاد الناس هادو ما عمرهم تفكروكم وما عمرهم سولوا فيكم. اليوم لا داعي تعاونوهم، لا داعي هذاك الاصوات ديالكم تمشي وتضيعوها فيهم. اليوم الطالبي حسن او الطالبي مولاي حسن اللي عانى الكثير وعانى الامرين، لا من ناحيه الاداره ولا من ناحيه جميع المنتخبون. الاعداء ديالي في السياسه ماشي اعداء ديالي في الوطن، ولكن اعداء ديالي في السياسه. اليوم كنقول لكم الله يخليكم، خاصكم تجدوا الثقه فينا عود مره اخرى. وحنا رحنا ترشحنا للجهه، وكما تعلمون ان الجهه هي بمثابه حكومه مصغره، يعني هي صاحبه القرار.
الا دخلنا فيها بواحد الكثافه وبواحد المجموعه كونوا على يقين بان رحنا غادي نعودوا اقوياء، الا طلعنا اقوياء غادي نبقاو اقوياء. اللائحه ديالنا اللي ترشحنا فيها لائحه متميزه على اللوائح الاخرى، لائحه كتجمع ما بين المغربي الشمالي والمغربي الجنوبي، ليس كباقي اللوائح. اللوائح كلها كتلقى المغاربه جنوب كلهم متقدمين في اللوائح من 1 إلى 10، من 1 إلى 11، ما فيهمش ابناء الشمال. هذا هو المشكل اللي كنعانوه، وهذا هو المشكل اللي شفناه في اللوائح. هاد المنتخبون او هاد المرشحين اللي كيطالبوا بالتغيير، انا كنقول لهم اذا كان عندكم شي تغيير حقيقي في القلوب ديالكم كيخصو يعود في اللوائح. خاصكم، احنا كنقولوا مغاربه وحده، ما مغاربه، نحن مغاربه، كلنا مغاربه تحت رايه واحده وشعب واحد وملك واحد. علاش في اللوائح ديالكم ما وضحتوهمش كما وضحنا احنا؟ كما كتشوفوا الطالب حسن وكيل لائحه من ابناء الشمال، كيتبعوا واحد من الجنوب، واحد من هذا، ومشات هكاك، كذلك وكيل لائحه البلديه. هذاك الشيء جاي متميز، ما كاينش عنصريه، ما كاينش حيف، ما كاينش. علاش حنا غادي نبقاو ندورو دائما فواحد الدوامه ونقولوا هذا لا، هذا حلال وهذا حرام، لا الدبانه حرام ومصيرناطه حلال، لا صوت عليا ولكن لحق اللور، لا سيدي نصوت عليك وتعاونني ونعاونك، ولكن اعتبرني حتى انا راني بنادم، انا راني بشر، اما باش ديرني في رقم 11 و12 و13 و14 هذا ما ماشي معقول. انا اللي كنعرفك كتبغيني ما ديرش ليا بحال داك اللي قال الدبانه حرام وصارت حلال، ديرني حتى الاول، ديرني الثاني، ديرني الثالث. هذا كيبين لك بان راه ما كاينش تغيير. التكريس كما كيقولوا الناس، التكريس الحقد والكراهيه كيبان من اللوائح. عيب، حنا الله يخليكم الخطاب تاع سيدنا راه واضح، وما غاديش نبقاو نضحكوا على بعضياتنا، وما غاديش نبقاو دائما العام اللي جاي لقانا حنا لا خصوصيه المنطقه، حساسيه المنطقه، لا هادشي ما كاينش، ما بقاش هادشي، اكل الدهر وشرب عليه، هادشي ولا ما بقاش كاين. اليوم اللي كفء ومعقول وماشي شفار بالعربيه تعرفت كيف خصو يدير قدام، بركه من شراء الاصوات، بركه من شراء الدمام. اليوم كناديكم وكنقول لكم الاخوان الله يخليكم، راه اللي شراك اليوم راه غيبيعك غدا، أو ناديكم الله يخليكم، راه الكلام ديال سيدنا واضح، راه ما تحتاج، راه الحر بالغمزة والعبد بالدبزة. سيدنا قال الخطاب ديالو وصاكم المغاربة، قال لكم حذارم اللي كيشريكم، حذارم اللي كيشريكم، راه اللي كيشريك غادي يبيعك. اليوم مرة أخرى كنطلب من جميع السكنة ديال الداخلة باش يوضعوا فينا الثقة. أنا واحد من الأبناء ديال الداخلة، أنا دخلت سيدي في 25/8/79، دخلت ولد 18 سنة وهنا باقي، والمواقف ديالي والمبادئ ديالي اللي بديت بها باقي بها، ما نتبدل ما نتغير، ما يشريني حد وما نتبع لحد. هذا هو اللي كاين اليوم. كنقول لكم الله يخليكم، يوم الجمعه المقبل عرفناه غادي يكون سخون، عرفنا هذاك اليوم غادي يكون فيه البيع والشرايا غادي يكثروا، ولكن نناشد السيد ولي الجهات والدار الكبيره ونناشد السيد رئيس الامن الاقليمي باش يتصداوا اليوم الجمعه، لان عندنا الاخبار بان غادي تعود كارثه كبيره بشارع الاصوات. اليوم اناشد السيد ولي الجهات والدار الكبيره، اناشد السيد رئيس الامن الاقليمي والاجهزه كلها، ناشدهم بان شراء الدمام وشراء الاصوات سيكون يوم الجمعه سوق، ما غادي نسموه، ما غاديش نسميه هذا، غادي نسموه بان سوق لشراء الاصوات. واخيرا اخي المواطن، اختي المواطنه، اخي البحار، اخي الكاستور كما كيقولوا، ما تنساوش بس تصوتوا لينا على الحمامه، هذا الرمز، وبهذه الطريقه اكس كروا على الحمامه اللي في البلديه، واكس كروا على الحمامه اللي في الجهه. مره اخرى نناشدكم ونطلب منكم، وكنقول لكم المرشح او وكيل لائحه اللي ما جاش عندكم وما زاركم وما جاكمش باداب وطلب منكم باش يبقى ذاك الاداب اللي جا به النهار الاول يبقى فيه حتى النهار الاخر، الا ما جاش عندكم وطلبكم لا داعي تصوتوا عليه وشكرا.